تستعد السعودية لتوديع عام 2022 وهي صاحبة أعلى نمو اقتصادي في ناتجها المحلي ضمن دول مجموعة العشرين. يأتي ذلك في ظل تراجع الاقتصادات في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان ودول أخرى صناعية. مؤشرات دولية تتزايد حول متانة الاقتصاد السعودي، آخرها إعلان وكالة ستاندرد أند بورز سبتمبر الحالي تصنيف الاقتصاد السعودي وتقييمه الائتماني السيادي عند مستوى مستقر وبنظرة إيجابية للمستقبل. صندوق النقد الدولي وفي تقريره السنوي آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2022 أكد بأن اقتصاد السعودية سيكون الأعلى والأسرع نموا على مستوى العالم في 2022، حيث من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 7.6%، وهو أسرع نمو منذ ما يقرب من عقد من الزمان. كما توقع صندوق النقد ارتفاع النمو غير النفطي في المملكة إلى 4.2% وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 17% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك احتواء التضخم الكلي عند 2.8% في المتوسط، وذلك رغم تداعيات كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي والحرب الروسية الأوكرانية وموجة التضخم العالمية. استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2021 إلى 2025 التي تمثل، وفي الوقت الذي تتوقع السعودية فيه فائضاً مالياً في الميزانية بحوالي 6.3% مع تواصل مشاريعها العملاقة في الظهور إلى العلن، لا سيما مشاريع نيوم والبحر الأحمر وذا لاين، فإن الصادرات السعودية غير البترولية سجلت ارتفاعاً بنسبة تصل إلى 36% عن العام الماضي بمبلغ يصل 27 مليار ريال، في إشارة واضحة على سير الاقتصاد الأكبر في المنطقة نحو تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، مسيرة تتسق مع تطلعات رؤية السعودية 2030. عوض الفياض، MBC الخبر.